الرحمن الرحيم، أبناء الطلاب، إن شاء الله النهاردة هنتكلم على البليتليت ديس أوردرز، الاضطرابات اللي بتحصل في الصفائح الدموية، البليتليت ديس أوردرز. بس هنا بقى إيه؟ كواليتيتيف وليس كوانتيتيف. يعني هنخش جوه الصفيحة الدموية، جوه الصفائح الدموية، يعني نمسك صفيحة دموية نخش جوه. الأول كنا بنعد، في مشكلة في العد، هي اللي عاملة الثرومبوسيتوبينيا وهي اللي عاملة مشاكل في الصفائح الدموية فبتنزف. لا، هنا الصفيحة الدموية نفسها فيها مشاكل. هنسترجع كده الترم الأول لما كنا في الصفيحة الدموية، الصفيحة الدموية بنقول إن البليتلس نفسها بيبقى ليها ريسبتور، ليها مستقبلات. من أكثر المستقبلات اللي بنهتم بيهم الجلايكوبروتين 2B 3A. ليه؟ لأن دوت بيعمل فيكسيشن للفيبرينوجين والفونفولبراند فاكتور. يعني لما بيكون ريسبتور مستقبل هنا، مين اللي بيجي يلزق فيه المستقبل ده؟ ده المحطه بتاعه الفيبرينوجين والايه والفونفلوبراند، معامل فونفلوبراند والفيبرينوجين اللي هي مولدات الالتصاق. في فاكتور تاني، في فاكتور تاني مهم جدا، جي بي جلايكوبروتين 1 بي. خلي بالك الفرق ده 2 بي 3 ايه، ده 2 بي، ده 1 بي 9 في، ده الفونفلوبراند فاكتور بس وليس معاه فيبرينوجين. في ريسبتور للكولاجين اللي هو جلايكوبروتين 1A جلايكوبروتين 5. دي الريسبتورز، لو حصل نقص في الريسبتور ده بيديني مشكله. لو الجلايكوبروتين 2B 3A الصفيحه الدمويه دي اتخلقت طلعت بدون ما يكون في الريسبتور ده، يحصل له مشكله. احنا بنتكلم في الكواليتيتيف، يبقى هنا في الكيف الصفيحه الدمويه دي اساسا ككيف كشغل ناقص شغلها، مش هتقضي الشغل بتاعها. نرجع بقى البريت ديس اوردر كواليتيتيف ابنورمالتيز اللي هي ديس اوردر اوف بريتليت فانكشن، يبقى هنا الوظيفه هي اللي ايه بتبقى مضروبه. هناك الكم العدد، العدد هو اللي كان مضروب. هنا بقى الوظيفه، الوظيفه ما نفسها. فعشان كده بنقول ديزيز از ذيز ديس اوردرز، هذه الاضطرابات كاركترايزد باي، ايه اللي بيحصل؟ بتتميز بسكين الجلد اند ميوكاس ممبرين بليدنج، نزيف في الجلد تحت الجلد وفي الغشاء المخاطي. بس كده لما تيجي تعمل المريض كمان بليدنج تايم تلاقي برولونج بليدنج تايم، سرعه النس بتاعته طويله. على الرغم من ذلك لو عديت الصفائح الدمويه بالسيل كاونتر هتلاقيها نورمال، او عديتها بالهيموسيتومتر تحت الميكروسكوب سواء مانيوال او اوتوماتيك. يبقى شوف كام حاجه، يعني هنا في الابنورمالتيز دي هتلاقي فيه نزيف يا اما تحت الجلد يا اما في الغشاء المخاطي، زي في ايه؟ زي الفم، تيجي تقلب الشفايف تلاقي في ايه؟ في نزيف. تيجي تعمل المريض ده بريدنج تايم تلاقيه طويل برولونج اكتر من الطبيعي. لو انت خدت المريض ده وعملت له صوره دم وعديت الصفائح الدمويه تطلع نورمال. فاي حد يقول لك ايه مفيش حاجه ده الصفائح الدمويه بتاعتك كويسه، لا، الصفيحه الدمويه بالسير كاونتر تديك عد، لكن انت بالنسبه للفيلم بتشوف الاجريجيشن، هل في اجريجيشن تحت الميكروسكوب ولا لا، بتديك فكره عن الوظيفه. وفي جهاز اسمه كواجلومتر، كواجلومتر دوت اساسا بيوريك الصفيحه الدمويه شغاله ولا مش شغاله، هو اللي بيكتشف الوظيفه شغاله ولا مش شغاله. وبعد الالكتروفريزس الفصل الكهربائي كمان بيوريك هل الجي بي 1 دوت الريسبتور ده موجود ولا ناقص بالالكتروفريزس، نوع معين من الالكتروفريزس. يبقى دي سبيشال تيست. يبقى بس احنا ما بنكتفيش بالعد هنا، لا، ده احنا كمان في اختبارات للوظائف. اختبارات للوظائف من اولها البريدنج تايم، اول حاجه مانيوال بتعملها انت بايدك البريدنج تايم. ايه الامراض بقى اللي بتبقى في الكواليتيتيف؟ اول مرض اسمه جلانزمان ديزيز، مرض الخوايا جلانزمان. خلي بالك احنا لما كنا في الكاونت كنا بنقول ثرومبوسيتوبينيا،
نقص في الصفائح الدمويه لما بتنقص، ولو زادت بنسميها ثرومبوسيتوزيس. لما الوظيفه بتتضرب ما بنقولش ثرومبوسيتوبينيا، بنقول ثرومبواسينيا. ثرومبواسينيا ضعف في الوظيفه، يبقى هنا ممكن تقول جلانز مان ديزيز وممكن تقول جلانز مانز ثرومبواسينيا. ايه سببها؟ بص سببها ايه؟ ده اوتوزومال ريسيسيف، ماشي. اوتوزومال ريسيسيف يعني خاصه بالجينز معين، ماشي. وراثه، هو ديفكت البليتلت اجريجيشن. خلي بالك جلانز مان ديزيز ده البليتلتس ما بيحصل لها اجريجيشن، ما بيحصلهاش اجريجيشن، ما بتتجمعش، ما بيحصلهاش تجميع، تنادى على بعض عشان تقفل تعمل بلج وتقفل الحته اللي اتقطعت في الشريان او الاورده او الشعيرات الدمويه. فهنا في مشكله في الاجريجيشن. يعني ايه اجريجيشن؟ يعني عاوزين نتجمع، هنا ما عندناش تجمع. طب لو ما اتجمعناش خلاص هنفقد وظيفتنا، مش هنقدر نعمل حاجه. ده الجماعه فيها بركه والتفرق ما فيش فيه بركه. فهنا الاجريجيشن هو ده اللي فيه المشكله. فالجلانز مان بيبقى فيه مشكله في ايه؟ في الاجريجيشن. سببه ايه؟ الكونجينيتال ابسنس او ابسنس اوف مين؟ الجلايكوبروتين، نوع من الجلايكوبروتين. رقمه كام؟ ادي الرقم بتاعه 2B3A اهو، 2B اهو 3A اللي هو هنا على الصفيحه الدمويه اهو، ده ناقص. اللي موجود ده فين؟ على البليتلت سيرفيس، على السطح بتاع الصفيحه الدمويه اهو. يبقى الجلانز مان ثرومباسينيا او جلانز مان ديزيز سببه ابسنس اوف الريسبتور. مين هم بقى الريسبتور؟ جلايكوبروتين 2B3A. طب ده مختص بايه؟ بالبليتلت اجريجيشن. البليتلت ليها اربع خطوات عشان يحصل لها اكتيفيشن، تنشط. عشان البليتلتس يحصل اكتيفيشن بتاخد اربع خطوات. هنا الضربه فين بقى؟ في الخطوه الثالثه والرابعه. يعني الاكتيفيشن نمره واحد عادي في النشاط، ونمره اثنين عادي، لكن الخطوه الثالثه والخطوه الرابعه هي اللي فيها مشكله. ايه اللي بيحصل؟ ادي البليتلتس هي قبل ما بيحصل ليها نشاط. لما الصفيحه الدمويه بتنشط بتبقى عامله زي ايه؟ زي الشبح كده، بيطلع بروز. عارف صوابعك كده لما تفرد صوابعك، ايديك افرد ايديك كده، صوابعك هتبقى نفس النظام، يحصل لها برولونجيشن. ابص بيبقى ليها بروز، دي بيدل على الاكتيفيشن. طبعا لما بيحصل كده بتجيب الفايبر انترسيب فوقه عشان تقفل الجرح. فهنا البليتلت لازم يحصل لها اكتيفيشن، تمام. لما يحصل اكتيفيشن هنا اهو زي ما حصل كده، تروح مناديه على زمايلها، ادي حصل اكتيفيشن اهي. فنتيجه ان هي عندها جي بي 3 اي هنا اهو، يروحوا كلهم ملتصقين ببعض ويحصل فيها ايه؟ اجريجيشن. طب لما ده ينقص اللي هو جي بي 3 جلايكوبروتين 2 بي 3 اي ينقص، ما تحصلش هذه الخاصيه، تفضل البليتلت ساكنه زي كده دائره بس، ما يحصلناش فيها ايه؟ الاكتيفيشن ده، الاجريجيشن ده ما يحصلش. فاول حاجه يحصل اكتيفيشن، خلاص حصل اكتيفيشن. مين اللي عمل اكتيفيشن؟ البليتلتس نفسها لما بتيجي تلزق في الجرح. يعني بص ده الاندوثيليوم، ده النسيج الطلائي اللي هو بتاع الشريان او الاورده او الايه او الشعاعات الدمويه. مين اللي موجود فيه؟ مين اللي موجود فيه؟ فون فيلبراند فاكتور. ادي الفون فيلبراند. الفون فيلبراند دوت ايه اللي يحصل لو لقى الريسبتور ده يمسك فيه؟ لما يمسك فيه يحصل الاجريجيشن ده. طب البليتلت حصل لها اكتيفيشن اهي. مين اللي عمل لها اكتيفيشن؟ البليتلت عشان تحصل اكتيفيشن، اول ما البليتلت بتيجي تقفل الجرح بتفرد الثرومبكس، بتبقى ثرومبين وثرومبوكسان وادريزين دايفوسفيت اهم، يروح عاملين اكتيفيشن للصفيحه الدمويه. حصل اكتيفيشن اهي جت. لو كان عندها ريسبتور ده، لو كان عندها ريسبتور ده، ايه اللي يحصل لما يكون عندها ريسبتور ده؟ يحصل اجريجيشن زي كده.
لو ما عندهاش الريسبتور ده الموجود اللي هو لونه مظلل بالرمادي ده، ايه اللي يحصل؟ ما يحصلش اجريجيشن. فالخطوه الثالثه من نشاط اكتيفيشن ثم اجريجيشن، ده لما يكون في ايه؟ لما يكون في نشاط طبيعي. طب في الجلاند زمان لا، ما فيش فيه ده اللي هو الجلايكوبروتين بي 3 اي، يحصل ايه؟ ديفكت في الاجريجيشن، ما يحصلش الصوره ديت، ويفضل الشريان مفتوح او الجرح مفتوح وينزل دم. فهمنا؟ الرسمه دي مش عندكم. يبقى هنا الخطوه الاولى اكتيفيشن، اكتيفيت البليتلتس، ريليس ثرومبين اند اذر سبستانس اند اكتيفيت اذر بليتلتس. هيحصل اجريجيشن ازاي؟ فيبرنج اللينك بتوين الاكتيفيتد بليتلت ريزلت ان بليتلت بلاج. ادي الفيبرنج، الفيبرنج اللي هو الاخضر. فهنا هتبقى المشكلة هنا. بص المشكلة ان مفيش الريسبتور ده، فيجي الفايبرينوجين خلاص مفيش تجميع مفيش اجريجيشن. الفايبرينوجين هو اللون الاخضر ده اللي انتوا شايفينه، ماشي؟ يبقى في الجلاندز مان ثرومبو اسينيا مفيش اجريجيشن، الاجريجيشن دي ما بتحصلش. طب لو انا عملت التحليل ده، انا عملي المريض دوت شكيت فيه وبعته المعمل، اعمل له ايه؟ هعمل له اول حاجه صوره دم عشان اشوف البليتلت كاونت، البليتلت كاونت طبيعيه، وبعدين اعمل له بليدنج تايم، هلاقي بليدنج تايم برولونجت طويله، وبعدين اعمل له بعد كده وظيفه للصفائح الدمويه بليتلت فانكشن، هلاقي البليتلت اجريجيشن مش موجوده. انا بلاقي بحط الادرينزين دايفوسفيت، بشوف بالادرينزين دايفوسفيت دي ماده بحطها، ومادة بالادرينالين، ومادة بالكولاجين، ومادة بالريست سيتين، اسمها ايه؟ ريستو سيتين اهي. لما بيكونش في ريسبتور التلات مواد دول ما بيشتغلوش. بص ما حصلش اجريجيشن اهو. ليه؟ لان الريسبتور هنا مختفي. فعشان كده يقول لك بليتلت اجريجيشن ويز الادريزين دايفوسفيت هنا اهو از ديفكتيف، مش موجود. في بليتلت كتير ما عليهاش الريسبتور دوت، وفي حاجه بسيطه عليها فديفكت. لو انا حطيت ماده اسمها ريستوسيتين هنا اهو، هيحصل اجريجيشن اللي هو الرسمه دي. ده على طول تدل ان في ديفكت في البليتلت فانكشن اللي هي الجلاند زمان. فاللابراتور فايندنج ديسكر البليتلت، تلاقي البليتلت كده مطوره في بريفر بلاد، وبليتلت اجريجيشن ويز الاي دي بي از ديفكت. يبقى هنا في مشكله في ايه؟ في الديفكت في الاجريجيشن. الجدول ده بيسمع التحاليل انا هعملها لمريض جلينز مان ثرومبو اسينيا، اقراها. ما عندكش الجدول ده اقراها. انا لو اجيب لك سؤال في الامتحان اقول لك جلينز مان ثرومبو اسينيا ايش ديوته؟ واجيب لك اختيار absence of glycoprotein 2B3A، دي الصح. وممكن اقول لك جلاند مان ثرومبو اسينيا ايش ديوته او ديزيز ديفكت اجريجيشن، صح. والاجريجيشن هنا ما بيحصلش نتيجة انغياب الريسبتور. دي الأسئلة اللي ممكن تيجي في الجزئية دي. تاني مرض ممكن يحصل اسمه برنيرد سولير سندروم.
الخواجه برنردي ده بقى ايه مشكله الصفائح الدمويه هنا؟ مشكله الصفائح الدمويه ما بيحصلهاش اديجن. الله، هو في فرق بين الاجريجيشن والاديجن؟ اه طبعا. اول خطوه في نشاط الصفيحه الدمويه بتعمل اديجن، تيجي تلزق للاندوثيليوم، النسيج الطلائي الداخلي للشريان او الشعيرات الدمويه او الاورده. دي اول خطوه. تاني خطوه بعد الاديجن البليتلت يحصل ايه؟ اكتيفيشن. اهي البليتلت زي بالريسبتور بتاعتها يحصل ايه؟ اكتيفيشن. بس امتى بعد ما يحصل هنا اديجن؟ يعني اول حاجه البليتلت جت وقفت عند الاندوثيليوم. مين اللي بيلقطها على طول وبيربط معاه؟ الفونفلبراند. لو البليتلت هنا فيها مشكله الفونفلبراند هنا مش هيحصل ان هو يلقط فيها، يمسك فيه. فبالتالي مش هيحصل اكتيفيشن. بالتالي مش هيحصل ايه؟ اكتيفيشن. نتيجة ان هي ما حصلهاش ايه؟ اديجن. فهنا الاديجن البليتلتس باين تو فولفلبراند ده ايه؟ ده الطبيعي. اند ستيك تو ذا سايت اوف انرجي وتقفل الحتة الايه؟ المجروحة. يجي الاديجن نتيجة ان الريسبتور هنا مش موجودة، يحصلش اديجن. طب اتفضل. البرنردسولير فيه بقى مشكلة ايه بقى؟ بليتلت اجريجيشن هنا في البرنارد سيلير فيها ايه؟ قال لك ديفكت البليتلت اديجن تو سب انسيليوم فيا الفين فولبران ديو تو مين بقى؟ كونجينيتال ابسنس اوف جلايكوبروتين. مين هنا؟ جلايكوبروتين 1 بي. جلايكوبروتين 1 بي اهو اللي هو يعني جلايكوبروتين 1 بي اللي هو جي 1 بي. ادي الجلايكوبروتين 1 بي ده اهو، جلايكوبروتين 1 بي اللي هو ده، ماشي، اللي هو موجود هنا ناقص. فيحصل ايه؟ ما يمسكش في الفونفلبراند. يحصل ايه؟ مشكله في البليتلت، ما يحصلش اديجن. طيب ينتج عن ذلك ايه؟ لو عملت صوره دم الكاونت نورمال. طب وبينجي تايم برولونجد برضه. البليتلت اجريجيشن هنا اهو ما يحصلش بالاي دي بي. ما يحصلش بمين؟ قصدي ما يحصلش، يحصل بالاي دي بي لكن ما يحصلش بالريستوستين. يحصل بالاي دي بي لكن ما يحصلش بالايه؟ بالريستوستين. ليه؟ لان الريسبتور هنا اللي غايب 1 بي، لكن في الجلاند زمان كان الريسبتور اللي غايب 2 بي 3 اي. ففي جلاند زمان ما بيحصلش اجريجيشن، لكن في برنارد سيرير ما بيحصلش اديجن. فبالتالي ادي الاديجن اهو ما حصلش، ادي الاديجن اهو ما حصلش. ولما جبت الريستوستين ما عملش اجريجيشن. عشان كده لما اجي اعمل، لما اجي اشوف المعمل معامل بتاعتي ايه اللي بيحصل؟ هلاقي بليتلت اجريجيشن ويز ريستوستين از ديفكتيف. طبعا وانا اعمل ليه بالريستوستين؟ الريستوستين هنا لما احطه ده هنا مش هيقدر يشتغل لان الريسبتور بتاعه هنا هو مش موجود اللي هو الجي 1 بي، فمش هيعمل لي اديشن. وفي نفس الوقت هنا احيانا في البرنادو سيرير بيبقى عندي سنون بسيتوبينيا بسيطه مع جاينت بليتلتس غير الجلاند زمان. طيب انا عايزك تعرف ايه هنا؟ اللي انا عايزك تعرفه كالاتي، اللي انا عايزك تعرفه من الدرس ده حاجتين عشان ما اقعدش ان انا اتكلم فيهم كتير. تحفظ لي الجزئيه دي بس، تحفظ لي الجدول ده، ان البرنارد سيرير
في لارج بليتلتس. اهي ادي ادي صوره الدم اهي، ادي البليتلتس تحت الدم اهي، شوف البليتلتس اللي هي الزرقاء دي جاينت لارج بليتلت. وغير كده كمان الفيلير اوف ادهيجن، مش عايز اكتر من كده. لو جبت سؤال هقول لك برنادو سيريان از كاركترايزد باي، بيتميز بايه؟ هتقول لي لارج بليتد وفيلير اوف اديشن. طب والجلانز مانس رومبا اسينيا بيتميز بايه؟ نورمال سايز وفيلير اوف اجريجيشن. مفيش اجريجيشن، بس كده مش عايز اكتر من كده. وكده يبقى انتهى موضوع الصفائح الدمويه ونخش في كواجوليشن. نكمل المحاضره الجايه.